إذا أنت خايف من كلام الناس فببشرك الناس رايحين يحكوا عليك لو أنت شو ما عملت، إلا إذا بدك تظلك قاعد في البيت وراح يحكوا كمان عنك. رايحين يحكوا قاعد في البيت. شوف يا رجل، الرسول صلى الله عليه وسلم سبوه وضربوه. بدي أسألك، أنت مين لحتى ما يحكوا عنك؟ رايحين يحكوا والقرار قرارك. سؤال، هل كلام الناس بيوجعك أكثر من إنك أنت تكون حزين؟ معقول يا أخي؟ عندك فكرة، عندك شغلة، عندك طريقة كيف تربي أولادك، وأنت عندك طريقة كيف تعمل شغلة معينة، كيف تبدعي في حياتك. الأم محتاجتنا يا شباب، فعلشان هيك ما بينفع إنه نظل نشتكي، لازم نطلع، لازم نرتقي بإذن الله.